أهلا بيكم في قسم تكنولوجيا التعليم بمدارس المنصورة كارت. وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع Discovery Education عملوا تيك بوك للماس والساينس في الصف الرابع الابتدائي. في الفيديو ده هتعرفوا ازاي ان انتوا توصلوا لهم بمنتهى السهولة. أول حاجة لازم يكون عندي حساب على بنك المعرفة المصري، فهفتح أي براوزر وهبتدي أكتب في السيرش إيكي باي أو بنك المعرفة المصري، هضغط عليه وهيفتح لي الموقع الأساسي. هعمل كليك على ساين إن. لو أنا عندي حساب من قبل كده هدخل الإيميل أدرس بتاعي والباسورد، لو ما عنديش حساب هضغط على New to إيكي باي Sign in now. أول خطوات التسجيل هيظهر لنا 4 بورتال: Specific Research, Basic Education, Kids أو Readers. هختار أي واحد فيهم وأضغط على Next. هتظهر لي الخطوة التانية إن أنا أدخل Basic Information عني، الاسم الأول، ال Last Name بتاعي، الإيميل، ونفس الإيميل لازم أكرره تاني، ورقم التليفون، ورقم بطاقة الرقم القومي، وتاريخ الميلاد. هبدأ أول حاجة باليوم والشهر وبعديها السنة، ولما بخلص هضغط على Next. الخطوة التالتة هي معلومات إضافية عني، أنا ممكن أعملها وما أعملهاش، يعني بالشرط اللي أنا ما عملتهاش عادي الابليكيشن بتاعي هيشتغل عادي جدا، زي القطاع اللي أنا شغال فيه إيه، أو الرقم التأميني، أو التايتل بتاعي، أو التخصص، واسم الشركة أو المنظمة اللي أنا تابع ليها. فدي خطوة optional اختيارية. بعديها هيديني رقم مفروض ان انا هكتبه، الكود ده التكس هكتبه هنا تاني، وهعمل كليك على ان انا قريت البوليسي بتاعة بنك المعرفة وموافق عليها، واضغط بعديها على next. الخطوة الخامسة، بعتلي ايميل تأكيد ان انا عملت اكاونت على بنك المعرفة وفي الباسورد، مفروض ان انا هروح هناك واخد الباسورد بتاعي، هضغط على submit ان انا موافق. دلوقتي انا اخدت الباسورد من الايميل اللي اتبعتلي، هيقولي ان هو بالشرط ان احنا نلاقيه في الانبوكس، ممكن نلاقيه في الجانك او في السبام فولدر، فما نقلقش، احنا ممكن نكتب في السيرش بتاع الايميل ABK، وهنعمل دلوقتي start your journey. احنا دلوقتي خلاص معانا الاكاونت اليوزر نيم والباسورد، اقدر اعمل sign in براحتي، هدخل نفس الايميل اللي انا سجلت بيه وهكتب الباسورد، وممكن اضغط على remember be عشان مش كل مرة ان انا ادخله. لما بعمل sign in لأول مرة هيطلب مني ان انا اغير الباسورد، يكون مختلف تماما عن الباسورد اللي اتبعت لي على الايميل، هكتب الباسورد نفسه وبعد كده اعمل confirm، وفي الاخر هضغط على save. وبكده انا بقى عندي اكاونت على بنك المعرفة، اقدر دلوقتي في تابة تانية افتح الـ LMS عشان اشوف التيك بوك. هفتح تابة تانية في البراوزر بتاعي وهكتب فيها ايكي باي LMS، ودي اللي هتدخلي على المصادر التعليمية او التيك بوك بتاع الساينس والماس الصف الرابع الابتدائي. هيقولي ان في طريقتين للدخول، اول حاجة باستخدام حساب بنك المعرفة اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، او التسجيل بحساب الوزارة. طبعا هسجل باستخدام حساب بنك المعرفة، ده الشكل اللي هيظهر لي في من اول رابعة ابتدائي لحد اولى ثانوي. هختار الصف الرابع الابتدائي واقول استمر، وهنا بيقول لي الكتب اللي انا اقدر اوصلها في التيك بوك للعلوم والرياضيات. طبعا انا عايز احولها انجلش، فمنتهى السهولة مش شمال فوق هضغط على انجلش، هيتحول لي كل حاجة في الموقع للغة الإنجليزية، وهختار ساعتها primary فوق وأقوله continue. ظهر لي برضو الأكسس بتاعي على المادتين، التيك بوك للساينس والماس، هضغط على confirm
وبكده وصلنا للتيك بوك. هختار اول حاجة الماس ونكتشفه كده سريعا. كل يونت متقسمة على lessons زي ما حضراتكم شايفين. عندي اول حاجة overview ولessons مختلفة، كمان عندي هنا lesson material، هختار اول lesson. كتب لي learning objectives في الاول وايه الحاجة اللي احنا هنتعلمها، وكمان في مساحة ان انا ممكن احل فيها واكتب فيها لان هو كتاب تفاعلي interactive. طبعا في صور، في كل حاجة خاصة بالدرس. او ضغط على view subjects هتوديني لكتاب الساينس. تقريبا نفس الديزاين، برضو اليونتس متقسمة lessons. نفس الطريقة التفاعلية، ممكن اعملها print او ممكن افتح الجلوسري بيعرفني بالمصطلحات او الديفينيشنز المهمة في الدرس كلها. واقدر كمان اعمل search. كمان عندي notebook كده لو انا عايز اخد notes على كل درس فاقدر اكتبها بنفسي. وبكده احنا وصلنا للتيك بوك للماس والساينس. شكرا لحضراتكم.